أنا أرى في مباريات اليوم اختبار جيد. ديال العمل الجاد اللي تقوم به جميع العناصر على مستوى الفريق الوطني، قام الفريق الوطني بعده تغييرات على مستوى التشكيل الرسمي، هذا دليل على ان الكل ياخذ فرصه ديالو، ياخذ الحظ ديالو في المستوى ديال الفريق الوطني. ربما اليوم التغييرات كانوا بينوا بعض الحقائق اللي فريمون كانت صعبه على المنتخب الوطني المغربي، ولكن كانت مباراه يعني جاده للمنتخب الوطني اللي خداها من خلالها عده نقاط اللي خص المدرب ياخذهم بعين الاعتبار في المباراه القادمه ان شاء الله اللي غتكون مباراه السد. وهذا دليل على ان المغرب ان شاء الله غادي في خطى ثابته من اجل ان شاء الله اننا نكونوا في مصالحه مع الكاس ونكونوا ان شاء الله في حسن التطلعات مالغري دو ديفي، ولكن ان شاء الله سيصغى ان شاء الله الفيكتوار في البروشان ان شاء الله. وليغاليتي هذا التعادل هذا راه بحد ذاته بطعم الفوز بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي، وان شاء الله القادم احلى ان شاء الله يا ربي. هو اخويا الاداء، السلام عليكم بعدا ورحمه الله. الاداء ديال المنتخب الوطني المغربي اداء يعني مازال باقي ما باش الاداء يكون في المستوى، ولكن الحمد لله كتعادل راه ايجابي، وكنتمنى على المنتخب الوطني المغربي يكون يعني على يكون في المستوى عالي، هذا واش كنتمناو ان شاء الله. والمدرب كاين هناك بعض عناصر ما خاصهم يعطيهم الحق باش يلعبوا، كاين شي عناصر ما عطاهمش الفرصه باش يلعبوا، ولكن نتمنى انه يدارك في هذا الخطا اللي دار يدارك ان شاء الله في هذه المباراه القادمه ان شاء الله. في الحقيقه بالنسبه للمنتخب بالنسبه للمدرب دخل دوزيام ايكيب، يعني نورمالمون مغامره في الحقيقه اللي كانت هي مغامره خطيره، يعني احنا كنلعبوا على الكلاسمون، يعني خاص نلعبوا مع الثالثه وخاص يعطيهم الوقت يعني حتى الثلاثه عاد يلعبوا، ولكن الحق في الحقيقه يعني المدرب دارك هذا المشكل ويعني عوض اللعابه اللي كانوا ما دخلوش في الماتش مزيان، والحمد لله بعدا الكلاس موجود من الاولين، هذا هو النتيجه اللي بغينا، ولكن كنا كننتظروا يكون ان المنتخب كان يلعب واحد يعني واحد ناجيه اخرى يعني اللي غتشرف البلاد واللي غتكون في المستوى ان شاء الله. يعني بالنسبه يعني ما كانش وضعونا في هذا المأزق هذا، يعني في الحقيقه راه المدرب انه دارك الموقف وخرج اللعابه اللي ما كانوش دخلوا في الماتش وما لعبوش اصلا في بالنسبه للماتش الاول والماتش الثاني، يعني كان نورمالمون كان يلعب بالمنتخب الاساسي، وغا انه كان خايف يعني توعد شي واحد ولا شي حاجه باش يريحهم، ولكن المغامره في الحقيقه كانت شويه لعبت علينا على الاعصاب، ولكن على العموم الحمد لله. يعني مقابله يعني مازال انا كنتمنوا الخير ان شاء الله، وكنا التاهل ان شاء الله الدور الثالث والنيس ان شاء الله ونمشي للنهايه، ومع ذلك كنتمنوا ان المنتخب ان شاء الله يلعب بالقسم الاول، يعني بالنسبه للفريق الاول. الاداء ديال المنتخب الوطني الحمد لله كيف المستوى، وتيقن في المجموعه كامله من 28 لاعب اللي كلها مشات تيقن فيها، الحمد لله من اللي خداو التجربه اليوم وغادي بالطريق الصحيح، عارفين شنو كاين في فونتوش وشنو داخل الملعب، وفرحاني، ولكن النتيجه كانت في المتناول ديالنا الحمد لله والشكر. تعادل كانت منصف لنا ان شاء الله باذن الله، وغادي الامام وغادي نمشي للنهائي الله ان شاء الله، وغنفوز باللقب. المقابله ديال تومون كاينه قراءه عند المدرب، وان شاء الله غادي ندوزو غادي نربحو باذن الله وقوتي، غاديين كيدوزو يعني كل مقابله كتدير ديالها كيدوزها من الشوفه ديالها، وان شاء الله ما يكون النتيجه فريضه ديالنا ان شاء الله، وما كاينه الله الوطن الملك ما كاينه. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.